تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل، اجرى قائم مقام بيجي برفقه مدير بلديه بيجي وامر لواء رساليون للحج الشعبي حمله لازاله التجاوزات عن سوق بيجي الرئيسيه، والذي يجري تاهيله وتطويره وفق افضل المواصفات الفنيه. تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ صلاح الدين، قامت هذا اليوم بفارز مديريه بلديه بيجي الفنيه برفع وازاله التجاوزات في سوق بيجي، وذلك لان هنالك عمليه تطوير وتاهيل في سوق بيجي تشمل الارصفه والبهارتون والتبليط والاناره. هذا السوق سيكون نموذج على مستوى القضاء منذ تأسيسه لحد الآن، سيكون هناك تطور إيجابي ملحوظ ودعم لاستقرار مدينة بيجي. نتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا لتنفيذ كل الخدمات والملفات العالقة في سبيل نهوض قضاء بيجي. بناء على التوجيهات المباشرة للدكتور أحمد عبد الله عبد وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل الدكتور عمار جبر محافظ صلاح الدين، قامت الكوادر الفنية في مديرية بلدية بيجي هذا اليوم وبالتعاون مع السيد قائم مقام قضاء بيجي بإزالة كافة العوارض والتجاوزات الموجودة على الشوارع الرئيسية المشمولة بأعمال تطوير وتأهيل للسوق والتي أمر بها السيد المحافظ مشكورا. حقيقة تمت إزالة هذه العوارض بناء على مسوحات تم إجراءها من قبل مساحي كوادر مديرية بلدية بيجي، وبناء على التوصيات من قبل لجان التنفيذ المباشر لهذه المشاريع اليوم نصل إلى مراحل متقدمة في إنجاز هذه المشاريع، ومن المؤمل إن شاء الله الانتهاء منها قريبا في خلال أيام قليلة جدا، ليظهر السوق بحلته الجديدة وأيضا ليكون بادرة أمل لأهالي بيجي بأن المحافظة والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين لا تدخر جهدا في حالة ورود التخصيصات المالية والاستمرار في أعمال تطوير كل مدينة بيجي التي لا يخفى أنها تم إعلانها منكوبة وتعرضت إلى دمار كامل. لهذا اليوم هذه المشاريع تمثل بصيصة من لأهالي المنطقة